طبعا اليوم خرجنا احنا كاحرار معركه النعمان مثلنا مثل باقي المناطق في 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 ادلب او في المناطق المحرره لارسال رسائل للعالم اجمع. نحن شعب مسالم، نحن شعب مستمرين بثورتنا لانه ثورتنا ثوره حق، ثورتنا ان شاء الله منتصره مهما طال الزمن. صحيح نحن هلا صرنا 9 سنوات عم نقتل ومنموت على مرأى العالم، وبالاخص بالفتره الاخيره كان في اجرام وارهاب كثير كبير من قبل ميليشيا اسد ومن قبل الميليشيات الروسي والايراني على مرأى العالم اجمع. ما في اي تحرك لاي ساكن من قبل المجتمع الدولي، لكن نحن من خلال هاي المظاهرات عم نوصل رسائلنا للعالم اجمع انه مهما صمتوا مهما قتلنا نحن اصحاب حق، نحن اصحاب هاي الارض. ان شاء الله ما حنبقى انه مكتفيين بما تبقى من ادلب، لا ان شاء الله راح نتم صامدين لحتى نرجع يرجع الاخضر لخان شيخون الحره ولباقي المناطق اللي اغتصبتها قوات الروسي الايراني ميليشيا اسد الارهابي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان في معركه النعمان مظاهره، طلعنا مظاهرة بال 2019، حاليا نحن ب 6/9/2019 لتجديد العهد اللي طلعنا عليه هو اسقاط النظام، لا بديل عن اسقاط النظام، مهما كلفنا الامر من شهداء ومن تدمير ومن تخريب ومن تهجير، لا بد عن اسقاط النظام. الشعب بال 2019 مثل هدفه بال 2011 هو اسقاط النظام، مسابرين وباقين على هالعهد ليسقط النظام. على ذي الثورة!